فدينا خلاص بح. هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طار اخويا. مش ده اللي انت مستنياه؟ اه بس بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ودم انا فندينا مغازى ايدي دول عشان نقرا الفتحة لروح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، محدش يتحرك. ايه المساحة؟ تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شمال ظلم. اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. انا يا معلم الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل. دي حكايه ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له، وفي السكه احكي لك كل حاجه. قال مش وجعه على طول اهو. يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براء كان عامل فيلم مع رمانه على خميس، لعبة كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمة تسليم اهالي للحكومة. رمانة؟ مين رمانة دي؟
تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير قطه افندينا واللي المعلم براءه ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزق وتلتا. وانت كنت معاهم يا رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومه ما طبت علينا قلبت بالراحه كده عشان اجي ابلغ معاليك. وهما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. مع ان الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر. وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي. بس افندينا بقى حن وقلبه رق. وطلعوا منها زي الشعره من العجينه ولا اجدعها بدران. لا الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده اوانطة، في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بل بنات تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاتيح في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لفندينا. وهو فين دلوقتي وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلت لك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ أنت لسه شايل مني ولا إيه؟ ده أنا رمانة العشق اللي سكن روحك، مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندينا؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟ انت عارفة كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلة حيلة، دفعت عمري تمنها، كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول ورقتين جواز خليت بدران كتبهم، وانا مضوا هنا شهود وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس هتتجوزني؟ بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه معانا؟ هنا لا على النور ولا دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك اطمن. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي كده.